السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمشاهدين الكرام، المشاهدين والمشاهدات ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هاني. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيناكم من جديد باش نقدموا معكم واحد الوصفة اللي هي شاركوها معنا، شوربة ديال العدس بالخضر، شوربة العدس مع الخضرة، وهذه تتكون واحد الوصفة زوينة وبغينا نشاركوها معكم اليوم، وكنتمنى الجميع يجربها ان شاء الله معايا. وغادي ندوزو للمقادير ديالنا. كما تتشوفوا عندنا جوج كيسانونس ديال العدس اللي هو نقيناه وقديناه وصفيناه من الماء ديالو، هو هذا. وعندنا حبه ديال البطاطا، وعندنا حبه ديال القرعه، وعندنا حبه ديال الخيزو، وعندنا نص فلفله حمراء ونص فلفله صفراء، وعندنا بصيله، بصيله وحده، وعندنا مطيشه وحده، وعندنا ثلاثه الريوس حتى الاربعه ديال الثومه، وعندنا شويه ديال سكنجبير طري اللي بغى يزيدو على حسب الذوق ديال اعزائي المشاهدين، وعندنا زيت العود اللي هي تشوفوا بها، وعندنا شويه ديال سكنجبير بودر، وعندنا شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، وعندنا شويه ديال الكركم، وعندنا شويه الملح وشويه البزار. نبداو معكم بسم الله على بركة الله. كنديرو الزيت العود ديالنا بسم الله، بسم الله. كنزيدو البصلة ديالنا بسم الله، نكتبو نزيدو الثومة ديالنا اللي خليتها لأنها غادي تطحن في الأخير، وشوية ديال السكنجبير كما كتشوفو، وكنخليو طبعا العناصر حتى كيندمجو مع بعض شوية، البصلة والثومة والسكنجبير. عاد كنزيدو نزيدو نضيفو الخضرة ديالنا الأخرى، وهي راه الشوربة معروفة ديال العدس، راه مع الخضرة راه مهمة جدا وصحية، فيها فوائد كثيرة تبارك الله. هنا كنزيدو مطيشة ديالنا بسم الله، بسم الله. كنبداو نضيفو الخضرة ديالنا كاملة، كما كتشوفو. بالنسبة للبصلة كاين اللي كيدير بصلة بيضاء، كاين اللي كيدير بصلة حمراء، أنا درت فيها بصلة حمراء. وبالنسبة للخضروات على حساب على حساب ذوق المشاهدين، اللي بغا يدير فيها بطاطا، اللي بغا يدير فيها خبز، اللي بغا يدير فيها يعني كيبقى نفس الاختيار بالنسبة للمشاهدين. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش عليا باللايك، اشتركوا في القناة ديالي،
اشتركوا في القناة ديالي باش تشوفوا الجديد وديروا الجرس. كما كنقول لكم ديما صراحة ملي كنشوف التعليقات ديالكم راه كتفرحوني وكتشجعوني، بارك الله فيكم. ومرحبا بالتعاليق ديال المشاهدين سواء سلبية أو إيجابية. وهنا كنبدا نزيد العكس ديالي اللي كتشوفو ها هو. بسم الله بسم الله. كما تشوفوا انا جبت العدس ديالي هنا دابا هانتوما تشوفوا كنخلي واحد شويه كنبداو نزيد الماء ديالنا. هنا كنبداو نضيفو الماء ديالنا شويه سخون كما تشوفوا من إطرون حتى لجوج ديال الماء على حسب الكمية اللي عندكم. وهنا تنزيد لي زيبيس ديالي اللي هي العطرية ديالي كلها، مدرتهاش في اللول باش متحرقش باش متعطيش واحد الريحة، عبارة عن التحميرة والقرقوم والكمون والسكنجبير والملح والبزار. كنزيدو الما ديالنا نكملو الكمية فوق هدا. أو تنغطيو على الشوربة ديالنا، كنغطيو على الشوربة ديالنا باش طيب على الراحة ديولها. وإن شاء الله نتلاقاو معاكم مشاهدينا الكرام ملي تجهز وتوجد لنا الشوربة ديالنا، ونوريها لكم عاوتاني مرة أخرى نقدموها لكم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين إخواني أخواتي، بعد ما رجعنا لكم من جديد وجدنا الشوربة ديالنا اللي هي شوربة العدس والخضار، وجدناها وطحناها في الميكسور ديالنا وهذا الشكل النهائي ديالها. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وما تنساوش، وضروري تجربوها راها زوينه كتجي لذيذه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كما شفتوني انا راه درت العدس اللي هو اصفر، وممكن اللي عنده العدس الاحمر راه يديرها، عنده العدس الاخضر يديرو عادي، راه العدس تيجي في جميع الشوربات بالخضار وتيجي لذيذ وزوين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وهذا هو الشكل النهائي أعزائي المشاهدين، هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربة ديالنا كما تشوفوا هي هذه. وكنقدمها بشويه ديال الخبز ديال الطوس المحمر اللي دهناه بشويه ديال الثومه، وكنزينو بشويه ديال الربيع بهذه الطريقه هذه اللي بغا شويه ديال الربيع، وتنحطو لها الليمون ديالها حامض وبالصحه والراحه. وكنتمنى ان شاء الله تجمع تعجب جميع المشاهدين ديالنا والمتابعين القناه، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وديروا وتضغطوا على الجرس. وشكرا بزاف بزاف للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة في قناة العائلة.